嗨，大家好，我是美娜，欢迎大家来跟我一起学习中文。السلام عليكم، أنا اسمي أمينة ومرحبا بكم باش نتعلموا اللغة الصينية. بالنسبة للغة الصينية بغيت نجاوب على بزاف التساؤلات، بزاف الناس سولوني هذا السؤال. الصينية والجابونية والكورية ماشي نفس الحاجة، كل بلاد عندها لغة. بالنسبة للغة الصينية هي ما فيهاش لي زالفابي، دونك ماشي أنا مثلا A B C ولا با تا سا، هادو مثلا في اللغة الصينية ما كاينش مثلا ام كيفاش كتكتب، ا كيفاش كتكتب، ونزيد هذا الرمز تاع ام وزائد الرمز تاع ا غيعطيني ما. لا، في الشينويه ما كاينش هذا الشيء. في الشينويه كل سيلاب عنده كاركتر ديالو، يعني خاصك تبقى تحفظ في لي كاركتر. الكاركتر اللي دات قدام عينيك خاصك تحفظه، حيت تقدر تلقاه وما تعرفش تقراه، خصوصا الا مثلا كان شي كاركتر عمرك ما شفتيه، ملي كتشوفه قدامك ما غاديش تعرف تقراه. هذه هي الصعوبه فين كاينه، ماشي بحال الفرنسي مثلا حرف الميم كيتكتب هكا، حرف الالف كيتكتب على شكل ا، دونك ام بلس ا كيعطينا ما. في الشينويه لا، الرمز اللي داز خصك تتعقل عليه باش ملي تشوفو المره الجايه تعرفو، تعرف تقرا وتعرف المعنى ديالو. ما كنقولش لكم هادشي باش تخلعو، تخلعوش، كلشي ساهل. سي تي فو تو بو، خاصكم اول حاجه هي تبغيو هاد اللغه وتكونوا انتريسي بها. الا بغيتو زعما تزيدوا فيها القدام. بالنسبه للتشاينيز، بالنسبه للشينويه، عندهم واحد ميثود سميتها واحد القضيه بينين بينين بينين. شنو هي بينين؟ هي الشينويه مكتوبه بالحروف اللاتينيه، حيت بيان سور حنا ملي كمبتدئين من يلاه كنبداو نقراو الشينويه ماشي ديريكت كندوزو لي كاركتر، نشوفو الكاركتر شنو هو هادشي، ما نعرفش كيفاش نقراو. خاص ضروري الشينويه تكون مكتوبه بالحروف اللاتينيه بحال هادي بي اي ان اي كاك اي ان بينين بينين. ضروري خاصهم يكونوا مكتوبين بالحروف اللاتينيه وكيكونوا لي زاكسون. انا هنا ما كتبتش لي زاكسون، كيكونوا لي زاكسون باش نعرفو كيفاش نقراوهم. بالنسبه للغه الصينيه فيها 23 كونسون، اللي من بعد غادي نوريكم كيفاش تقراهم، وكاين 24 فوايل. 24 فوايل. اللغه الصينيه كتعتمد على اربعه لي زاكسون، اربعه الحركات، بحال حنا في العربيه عندنا الفتحه الكسره الضمه، هنا في اللغه الصينيه كاين اربعه الحركات اللي هما الاولى كتكون غادا ستابل، ما كتحرك ما كتطلع ما كتنزل. مثلا في لا ليتر ا غادي نقول ا بالنسبة للأكسون الثانية كتكون طالعة، غادا طالعة ا ا. هاد الحركة دير بحال الموسيقى، وخاصك ضروري دير يديك باش تجيبها صحيحة. الأكسون الثانية كما قلنا بحال علامة تعجب، طالعة ا ا. بالنسبة للأكسون الثالثة اللي هي هادا وكتطلع، وهاد الاكسون تاعها شويه صعيبه، انا كنت كنغلط فيها وقيلا مازال كنغلط فيها حيت الصعوبه بصراحه كاينه في لي زاكسون، دابا في الناس كيغلطوا في النطق بسبب هاد لي زاكسون. الاكسون الثالثه هابطه وطالعه ا. بالنسبه للاكسون الاخرى اللي هي هابطه، بحال كتغوت شي حد، كتغوت على شي حد نعاودو نعطيكم مثال اخر، غادي ندوزو مثلا ام بلس ا اللي هي ما. مثلا ما الا جينا نطبقو فيها هاد لي زاكسون، ما الا جينا نطبقو فيها هاد لي زاكسون، حد لاكسون كتغير المعنى كيتغير، النطق كيتغير المعنى كيتغير. يعني مثلا انا كنت كندوي وما كنديرش لي زاكسون صحاح، ما كنطقش داكشي، وهداك بنادم ما غاديش يفهمني، ولا مثلا بغيت نقول شي حاجه نطق غير شي كلمه اخرى دونك ما غاديش يفهموا اشنو باغا نقول. بالنسبه لما في لاكسون الاولى ما لاكسون ثانية ما لاكسون ثالثة
ma a ma accent اخرى ma 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 بالنسبه كما قلت لكم حد الاكسون كتبدل حد المعنى كتبدل مثلا الكلمه الاولى اللي هي الاكسون الاولى تاع ما 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 هاد ما كتعني ماما 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 الى شفتوا الرمز ديال الكاركتر ديالها كيفاش كيتكتب حيت الاكسون كتبدل الكاركتر كيتبدل دونك مثلا هادي خصنا نعقلوا عليها ماشي ام هي هادي و اي هي هادي و ام بلس ا كتعطينا هادي لا هادشي راه غلط هاد ما هاد السيلاب الما كيتكتب بحال هكا وهاد ما ملي كتكون الاكسون الاولى اللي كتعني ماما هاد الرمز كيعني الام هاد الاكسون الثانيه ما هاد الكاركتر كيكون مكتوب بزاف لي كاركتر بزاف كيعني بزاف الحوايج مثلا في ما فان يعني هي مثلا كتزعج شي واحد ما فان كيعني طالع ما فان وهاد ما كتعني عاود ثاني واقيلا جونغ دو بلونت شي نبته ما وهاد ما عاوتاني بالنسبه لي كانوا متبعين الفيديو تاع الكوزينه كنت كنطيب واحد البزار كنقولوا كيعطي واحد الاحساس تاع ما يعني كيوزوز لك في فمك هي هاد ما 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 لاكسون الثالثه ما اللي كتعني عاود شوفوا كيفاش كيتكتب راه داير بحال شكل العاود باسكو شحال هادي كانوا كي ملي كيكتبوا بحال كيرسموا دونك داك لي كاركتر شينوا غاديين كيتسامبليفيو حتى ولينا هكا حتى ولاو لي كاركتر بحال هكا ما ما بالنسبه للاكسون الاخرى ما ما هاد ما هي انسولتي هي كتعير ني ما ورا ني هي انت ما اللي هي عاير وا وا اللي هي انا ني ما وا يعني عيرتيني ما شتو كي كتكتب ديفيرون اكسون ديفيرون كاركتر دابا غادي ندوزو بالنسبه لي كونسون لي فايل في لا لانغ شينواز كيفاش كيتنطقوا لي لانغ يا ربي هادو لي الفابي نبداو بالاولى لا لتر بي كيفاش كتنطق بالشينويه بو 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 لا لتر الثانيه لا لتر بي بحال في الفرنسي بالشينويه هي بو بو الى شفتوا الورقه كتزعزع يعني الفرق بين بي و بي شوفوا بي الورقه ما غاديش تمشي وتجي بي 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 بو 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 شوفوا بي بو 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 شفتوا لا ديفيرونس بي كتكون ما الورقه ما تتحركش يعني ما كنخرجوش هذاك الهواء ولكن لا لتر بي خاص يخرج هذاك الهواء بو بو باش تعلموا خاصكم تحطوا يديكم قدامكم وتحاولوا تنطقوا لا لتر بي الى خرج الهواء راه صحيحه بوا بوا لا لتر ام مو 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 لا لتر اف فو 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 لا لتر دي ت ت ت ت لا لتر تي تر تر بحال التاء والغين غير في النطق هنايا تر 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 بالنسبه لا لتر ان ن ن بحال حرف النون نفس الشيء ن ن بالنسبه لا لتر ال ل ل ل نعاودو بو بو مو فو د تر ن ل ندوزو للفطر الثاني بالنسبه للجي بحال الكا قال لي نقول لك داك الكا غ غ غ ك ك ك هذه الكاف ك هذه كا وهذه كا غ ك ك واش بحال الخاء ولكن خفيفه خ خ خ لا لتر جي هاد لا لتر جي غنقول لكم هاد لا لتر جي كاين شينوا دابا شينوا
شنو راه بلاد كبيره ياكو كاين اللي كينطق تا بحال تا 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 تي 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 كاين اللي كينطق تي 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 بين تا والجيم. انا في الشمال الشرقي انا كنطق تا تا حيت الاستاذه الله يذكرها بخير اللي قراتني في المره الاولى حتى هي كانت نفس المدينه اللي انا دابا ساكنه فيها سبحان الله العظيم. حتى هي بنت الشمال الشرقي وهنايا الناس تاع الشمال الشرقي كيهضروا بلا ميم ني بلا ميم فاصون كو البوتونخوا. بوتونخوا هي اللغه الصينيه الفصحى يعني كيهضروا بحالهم بحال الفصحى حيت نسيت ما قلت لكم هنا راه في الشينوا يعني راه كل بلاصه عندهم اللهجه ديالها كل منطقه عندها اللهجه ديالها ولكن الناس تاع الشمال الشرقي هما اللي كيهضروا بحال الفصحى. بالنسبه ليا انا تجي كنطق تي 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 وكي اللي كنطق تجي مثلا بيكان بشينويه بيتين بيتين وكي اللي كنطق بيجين بيجين انا كنطق تا بيتين تي وهاد كولون هي التاء بالشده هنا التاء كتكون غير خفيفه بالحق هنا فيها الشده تي 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 هاد اكس بين السين والشين شي كتسناك شي 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 هاد زد اش هاد زد اش ما كتنطقش زد كتنطق ج بحال الناس اللي كيجودوا في القران ملي كيشوفوا حرف الجيم كيقولوا ج ج ماشي ج كيقولوا ج داك التال والجيم ج دونك كيفاش غنطقوا زد اش ج ج ج بالنسبه للسي اش بحال السي اش تاع الانجلي تش تش مثلا تيتشر تيتشر تشر تشر ماشي تيشر تيتشر تش 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 بالنسبه للاس اش ش ش ما كاينش داك تشاش بالنسبه للاس اش ما فيهاش تشاش بالنسبه للسي اش فيها تشاش بحال في الاغنيه اللي عندنا كنقولوا تشا 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 هي هذيك اس اش ما فيهاش تشاش ما كتخرجش ديك الهواء ش ش ش بحال حرف الشين في اللغه العربيه اس اش ش ش بالنسبه للر هاد الار هاد الار كتنطق ر ر هاد الار كيما كنت قلت البارح في اللايف الناس اللي كيقراو الشينويه راه حمقاتنا حيت في الاساتذه اللي كانوا كيقراونا هاد الار ملي كيقراونا لي زالفابي كيقول لنا بحال النطق ديالها بين الر وبين الجا ج ولكن ملي كتكون في كلمه كنطقوها الر حنا كنسمعوها الر وكيقولنا لا راه بين الر والجا المهم هاد الار بين الر والجين النطق ديالها كيجي من لها ج اللسان ديالك كتلويه وكتحطو في الها ديالك ج ج ج ج يعني الجو سخون حال سخون ج ج اخ ج ج ج بالنسبه للزد ز ز الدال والزاي ز ماشي ز ز دز دز بحال كيما قلت لكم البارح ملي كنعيطوا لبلد الجزائر اللي كنا بالدارجه كنقولوا الجزائر الجزائر دز دز الجزائر دونك دز 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 بالنسبه للسي ص ص بحال حرف الصاد ولكن كتزيد قبل منه داك التاء ص ص ص ص بالنسبه للاس س س س شفتوا الفرق ص س س س هادي اس هي حرف السين س بالنسبه لإيكغاك اللي هي ساهله بحال في الفرنسي اي 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 وبالنسبه لدبل في اللي هي بحال او بحال لتر او او في الفرنسي او 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 نعاودو بو بو مو فو ت ت خ ل غ ك خ تي تي سي ج تش ش ر ز ص س اي او هاد لي كونسون اشنو كنسميهم كنسميهم شان شان مو مو شان مو شان مو مو لي كونسون شحال كاينه 23 واحد
ندوزو دابا لي فوايل. لي فوايل شحال قلنا كاينه وحده؟ كاينه 24 وحده. لي فوايل اللي كنسميوهم امو. فايل الاولى اللي هي ا، هنا ملي تنطق ا خاص تكون حالف فمك مزيان. ا بالنسبه للاو خاص يكون فمك غون داير. او بالنسبه للاو او كتجي من هنا او كتجي من الحلق اي اللي هي بحال الفرنسي اي عاديه اي. بالنسبه للاو اللي ما فيهاش جوج نقطات، هاد اي اللي ما فيهاش جوج نقطات كتنطق او. بالنسبه للاو اللي فيها جوج نقطات كتنطق بحال لا لتر او في الفرنسي او. بالنسبه للاي اي بحال ملي كيضربك شي حد كتقول اي او اي 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 وي 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 او 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 اي او يو 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 اي او اي 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 او فاز متقيت اسمع او 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 ار 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 ار. بالنسبه لهنايا هادو لي فايال كومبلكس ا ان 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 حلفهمك مزيان ان حيت هاد او ان كتشبه على غير او ان كتكون في فمك فيها مسدود ان 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 اي ان 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 او ان ون 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 او ان اون اون اون. هادو لي فوايل اللي بقى لينا في الاخر لي فوايل نازال كدير الادغام. هاد الجي ما كتنطقش، نعاود نقولها هاد الجي راه ما كتنطقش كدير الادغام في الاخر. مثلا هنايا شنو قلنا ان ان، ولكن هنا اون اون كدير لك اون 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 اون. هادي اون اون اون، هادي ان وهادي اون كدير الادغام. الجي ما كتنطقوهاش اون اون اي ان جي يون يون كتسمع داك الصوت في الاخر كتسمع داك اون اون، هنا فين كاين الادغام يون يون يون. او ان جي صحوا لي هنا راني غلطت او ان جي اون 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 اون. نعاودو ا او او اي او او اي اي ما كيبانش ليا مزيان في الشاشه كاين اللي كيبان ليا داكشي مقلوب اي اي وي او او يو اي يو ار ان 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 ون اون 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 يون اون. وكان هذا هو الدرس اليوم، تعلمنا فيه لي زاكسون لي فايل و لي كونسون. وكنقول لكم ان شاء الله المره الجايه نتلاقاو في فيديو جديد ولا في درس جديد. تمام، تينتيان داكو اي تينتي شولا تياسو تيان سلاما تاي تيان واه اي نيمان.